وهي مش قرعه يعني بتتظبط لفرقه، واللي بيقول كده يراجع نفسه ثانيه واحده وبلاش. يعني في ناس بتقعد تتهمنا بالتعصب، يعني التعصب في ايه بس يا جماعه؟ ده انت يعني فتح عقلك كده ومر مرور الكرام كده على الارقام والتاريخ، وانت هتلاقي الكلام اللي انت بتقوله مش منطقي خالص. يعني الاتحاد الافريقي بيظبط القرعه، قلت الكلام ده امبارح بس هاكده النهارده، هاكده النهارده. يعني قال لك الاتحاد الافريقي بيظبط القرعه للاهلي وبيصعبها على الزمالك، والموضوع ده ينتشر بين الجمهور، والجمهور طبعا على راسنا من فوق. وانا باركت لجمهور نادي الزمالك النهارده، جمهور النادي محترم، جمهور نادي الزمالك جمهور محترم، جمهور كبير جدا جدا وجمهور محترم، بس ممكن يسمع الكلمه ويعني ما يبقاش عنده الداتا مظبوطه ولا حاجه، ولا المعلومه مظبوطه فيصدقها، فتبقى مشكله كبيره جدا. هو بيقول لك الاتحاد الافريقي بيظبط القرعه للاهلي بان هو يجيب له فرق سهله، وبيصعب القرعه على الزمالك فيجيب له فرق صعبه. طيب احنا في اخر خمس بطولات خدها الاهلي او انتصر فيها الاهلي، الزمالك كان في طريقه. يعني 2005 الزمالك كان في النهائي، قبل النهائي مع الاهلي، وفي 2008 الزمالك كان في مجموعه الاهلي في دوري المجموعات لما بنظامها القديم لو تفتكروا، ان اللي كان بيطلع على طول يطلع على قبل النهائي. و2012 الزمالك كان في مجموعه الاهلي، و2013 الزمالك كان في مجموعه الاهلي فدوري المجموعات. طيب الاتحاد الافريقي لو بالنهج ده او بالمنطق اللي انتوا بتقولوه او اللي انت عايز توصله للناس، طيب هو بيسهلها عليا لما بيجيب الزمالك في طريقي، ولا بيصعبها عليك انت لما بيجيب الاهلي في طريقك؟ فالامر بسيط جدا. يعني كوره النهارده مثلا الزمالك بيكسب الهلال، مبروك، خلاص مبروك. يعني ايا كان الوضع بقى، الهلال متسيد الموقف مش متسيد الموقف، دي كوره انتصر فيها الزمالك، والف الف مبروك، ولجماهيره الكبيره والعظيمه الف الف مبروك. فعشان الدنيا تبقى ماشيه سليمه جدا جدا، ما توزعش حاجه انت عارف كويس قوي اجابتها لكن بتنشرها وسط الناس على اساس ان في ظلم وفي تربص، في يعني حاجات كتيره قوي مش وقتها في الوقت الحالي. طيب قبل ما استقبل ضيوفي بقى